المناضلون في جنوب إفريقيا وفي جنوب بيساو والرأس الأخضر، كانت لديهم إذاعة تبث من هنا وكنا نحتضنهم. الثورة الجزائرية عشناها هنا، كانت ثورة وطنية وعالمية، وهذا عبرت عنه في قصيدتي في إحدى قصائدي. فكان العالم آنذاك كنا نازلة من أكبر النوازل المفتوحة في العالم، والتقوقع لم يحدث إلا بعد مجيء الجيش إلى السلطة، أما قبل ذلك فكنا أناسا. أدرانها دائما بقولي مري القيس، وكنا أناسا قبل غزوة قرملة ورثنا الغناء والمجد أكبر أكبر. أستاذ محمد، أنتم شاركتم في الكثير من المهرجانات وكنتم إلى درجة الإدمان على المربط، مهرجان المربط، هل تعتبرون بعض ذكريات أو المواقف الطريفة التي حدث لكم؟ دائما يرتبط اسم الشاعر الموريتاني في هذه المنتديات بحادثة طريفة، نظرا انطلاقا من نظرة الآخر للشاعر الموريتاني أو للأدب الموريتاني، هل حقيقة يحدث هذا أو هل لكم ذكريات أو مواقف طريفة أو مواقف جليلة حتى في هذه المهرجانات؟ أنا بالعكس لم أشارك في المربط إلا مرة واحدة، عندما دعوني للمشاركة كان العراق لم يعد العراق، كان العراق محاصرا للأسف، ولكن عكس ذلك أنا مدمن على المشاركة في المؤتمر الدولي السنوي لاتحاد المحامي الدوليين، وهذا المؤتمر ينقلني إلى جميع جهات العالم، من أوروبا إلى آسيا وخاصة الهند التي انبهرت بها وكتبت أيضا عنها قصيدة المغبورة لأني كما ربما تتذكر وأنا أكتب القصيدة، وقد وصلت إلى إني حفيدك قادم. أستدري لماذا أقول إني حفيدك؟ لأني رأيت أن هل كنت تنظر تاج محل؟ لا، كنت أنظر تاج محل، وكنت أنظر أن دهلي وليس الدلهي، دهلي كانت عاصمة الإسلام، صحيح، وكنت أجد في الهنود نفسي يجتمعون ويجلسون ويغسلون أيديهم ويتناولون مائدتهم جلوسا على الأرض، صحيح. وجدت تورج، وجدت تورج، وجدت طلح في إحدى الولايات رجاكستان التي زرتها. فأنا وجدت نفسي بينما أنا أقول إني حبيبك يا هند يا مهد الرؤى والحسن يا مرعى الظبا، إني حبيبك قادم من نواكي ومن السبا. فإذا بي أتلقى النبأ، وكنت في فندق اسمه تاج محل أيضا جميل جدا، ونظرت إلى الجزيرة، فإذا بي أتلقى النبأ أن موريتانيا ربطت علاقاتها قطعت علاقات الدبلوماسية مع العراق وربطت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، فتوقف الوحي. قلت هذه المؤتمرات أنا مدمن عليها، ولدي وخلقت لدي الكثير من الانفتاح وتركت بصماتها علي. أما المربد فجئت مرة واحدة، كانت ما كان منها فيها من الطرافة أعتقد ثلاثة أمور. أول الأمور لقائي مع زيز بزوزان الذي كتبت عنه، وكنت قد قطعت جزء من الرحلة طويلة بين عمان وبغداد، وفي الاستراحة وحاولت أن أنزل فيها بأعضائي لا تقاطعني، وبينما السائق الطيب الأردني يهيئ القهوة في الاستراحة والشاي وأنا أحاول أن أزيل التخدر عن مفاصلي، إذا بي أسمع صوتا جميلا ولطيفا سمعته منذ نعومة أوافري، والتفت إليه وأنا أريد أن أحتضنه، فإذا به الزيز وزوزوان. فكان
ظهر الدم في أوصالي وتعشت جدا وطلبت جدا وكتبت ذلك النص الصغير الذي يقول البعض إن الأساسي فيه هو قولي أن أبناء عم الزيز يتكلمون نفس اللغة وهم على المحيط التي يتكلمها الزيز في بين الرافدين. الحكاية الأخرى اللطيفة هي اللي ألقيته المربد نحن في الدربي رفاق النشيد الذي عنته المعلومة ومنينا وألقيت أيضا قصيدة عدنا لربعك ثاني الأوطاني بالأحضان. والغريب أن الوفود كان فيها تونسيون وتأثروا تأثرا بالغا لدرجة الانبهار والبكاء. وأنا كموريتاني عاش في تونس أبكي كما قال أستاذ أحمد بن عبد القادر أندب ربوع عاصمة. كان عندنا النسيب والبكاء على الأطلال بكاء يقوم به الشاعر على الأطلال لكن لا يقوم به في عاصمة. فتأثروا تأثرا بالغا. النقطة الأخرى أو هي أني أول ليلة بتها في بغداد كانت الليلة التي تمت فيها المصادقة على البترول على أن يبيع العراق بتروله تحت توجيه أو ظلة الأمم المتحدة. ولما خرج القرار انطلقت النيران المدافع والأسلحة الخفيفة في كل مكان من بغداد. فظن البعض أنه عدوان آخر لكن الإذاعة كانت تذيع والتلفزيون كانت تذيع النبأ وتذيع أيضا التفاعل العراقيين معه. الأستاذ قبل أن ننتهي من الوقت أريد أن أسأل ملاحظ في مراجعاتكم القانونية أنكم تستخدمون كثيرا اللغة الأدبية تستشهدون بالأشعار حتى القصص اليونانية القديمة الثقافة الإغريقية إلى آخر ذلك. هل تعتقدون أنه من الضروري المحامي أن يكون أديبا؟ أنا لا أعتقد أنه من الضروري المحامي أن يكون أديبا وإن كان في الحياة لا يوجد إلا سبيلان إما الأدب وإما قلة الأدب. لكن الذين ينظرون المحاماة يعتقدون أشياء أخرى. يعتقدون أن المحامي لا يمكن أن يكون محاميا إلا إذا كان أديبا وعالما وملما بجميع العلوم الطبيعية منها وإلى آخره وأيضا مؤرخا متضلعا في التاريخ إلى وذو تجربة لا تقل عن 30 سنة من الحياة. هذا لست أنا. الذين نظروا للمحاماة يقولون إن المحامي لا يمكن أن يكون محاميا إلا إذا كان عالما وأديبا ومؤرخا فضلا عن الإلمام الواسع بالقانون وأيضا لا تجربة 30 سنة من الحياة. فالمحامي عندنا كل من هب ودب يستطيع أن يكون محامي لكن المحامي في العالم شيء آخر. ما هي قصة هوزي إحدى مرافعاتكم؟ أظن في قرأتها قديما مرافعة قدمتمها في فرنسا وفازت أظن المرتبة الثانية والأولى نعم تذكر. هذه قصة ربما لا قيمة لها بالنسبة للموريتاني لكنها بالنسبة للعالم لها قيمة وبالنسبة للعالم العربي لها قيمة. هناك صرح تاريخي في فرنسا في نورماندي. هذا الصرح شيد لتذكير الأجيال بما للحرب من ويلات. تعلمون أن نورماندي التي أنزل فيها الحلفاء قواتهم